في الفجر جديدا يبعث السحر أتلمح هوفتي النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمح هوفتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنار بهديه إلى يوم الجمع والدين. سلام كعرف الروض صاحبه الندى يزف إلى أهل المكارم والندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي متابعي قناة طيبة الفضائية مستمعي إذاعة طيبة في أم أو ثلاثة في ديانة العزائم أينما كنتم لكم التحية وسلام الله عليكم في هذا اليوم يوم السبت وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا فتيان العزائم. وكما عودناكم دوما لنا موضوع جديد ونقاش جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور الطاهر أحمد الطاهر. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك وبجميع الإخوة المستمعين والمشاهدين من الجنسين ومن الفتيان وأصدقاء الفتيان. وكما وعدنا يعني أحبابنا أن هذه الحلقة ستكون ضمن المحور الأكاديمي في جانب البناء في الموازنة بين الشرعيات والأكاديميات. فكثيرا ما يشكو الشباب يعني داخل الجامعة من أنه ما فاضي للمذاكرة الأكاديمية أو يعني إما فرط في الجانب الشرعي أو فرط في الجانب الأكاديمي أو بقى مشغول خلاص يعني زمنه ماكله بقى ما عارف يعني مجهجه كده في جانب من اللخبطة يعني يكون عدم استقرار شوية كده لعدم الموازنة. فنحن دارين الليلة نشوف لنا ميزان كده نوزن به حيث تستوي الكفتان ما هو واحد يغلب على الثاني تستوي أو تتقارب يعني استواء ممكن يكون صعب لكن مقاربة بما يساعد على السير يعني الشخص ما يلزم إنه إلا يصل للتساوي لكن يصل لتقارب عشان يقدر يمشي يعني يصل لاعتدال ويسير الاعتدال كل مرة بيغلب كفة يعني على كفة إلى أن يستطيع الوصول يعني طيب نحن في الحلقة اللي حنتكلم في الموازنة بالنسبة لفتى العزائم طبعا تمام اختصارا لأنه أصلا غير فتى العزائم قد يكون اهتمامه بالجانب الشرعي ضعيف أو منعدم. لا وفي كمان عندك فتيان آخرين بيكون ما عندهم لا اهتمام بالجانب الشرعي ولا الجانب الأكاديمي فهو أصلا يعني لو قلت لك في مزاحمة بين الشرعيات والأكاديميات بيقول لك أنا بعيد تماما عن هذا الموضوع. طيب يا شيخ نحن في الحلقة دي عاوزين يعني نصل أول حاجة يعني شكر و يعني عرفان أصلا أنه الشاب عنده مزاحمة معناه في اهتمام. نعم صحيح في جدية. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة واحدة من أهم النقاط أولا أن نزج الشكر وندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشباب الذين يشتكون من هذه المشكلة أن يرزقهم الثبات. يعني دي مشكلة على مد صحة يعني زي ما بقول لك في الأمراض بقول لك ده عنده مرض يعني مرض الجاوت مثلا بقول لك ده مرض الغنى. أيوة. فإحنا يعني بنقول نفس وجود الشاب إنه يكون في شاب عنده إشكالية موازنة بين الشرعيات والأكاديميات دي علامة صحة معناه هو شخص عنده اهتمام بالأكاديميات وعنده اهتمام بالشرعيات ويشتكي من إشكالية الموازنة بين الأمرين. طبعا الأكاديميات كثير جدا ما تجد الناس مهتمين بالأكاديميات طلابا وطالبات لكن الشرعيات الاهتمام بها قليل. فإذا وجدنا الشاب اللي عنده اهتمام شرعي أو اهتمام بالشرعيات وكذلك عنده اهتمام بالأكاديميات وساعي للموازنة بين الأكاديميات فهذه أعلى درجة يمكن أن نتوقعها أو يمكن أن نبحث عنها في الشاب وفي الفتاة المستقيمة والمستقيمة أو في فتيان العزائم بمصطلحنا في البرنامج. تمام بداية الشيخ يعني هل الشرعيات مقصورة على الدعوة داخل الجامعة وهل الأكاديميات مقصورة على المحاضرات ولا في توسع في متسع؟ هو يمكن التسمية كوننا نحن سمينا الشرعيات واستعملنا جمع بعد النسبة شرعي نسبة للجانب الشرع والشرعيات معناها في أكثر من جانب الأكاديميات برضو فيه أكثر من جانب. فأول حاجة في الشرعيات إحنا بنتكلم عن الشرعيات فأول ما يكون في الشرعيات المحافظة على الواجبات الشرعية أيا ما كانت وهذه يجب أن لا يتنازل عنها الشخص أبدا مهما كانت الأمور الأخرى من أعظم الواجبات الصلوات في مواقيتها في مساجد في بيوت الله تعالى وكذلك الواجبات الشرعية الأخرى التي تجب على الشخص بأسبابها وظروفها واحتياجاتها يعني إنسان عنده واجبات تجاه والديه عنده إلى آخره من الواجبات الأخرى فيدخل في الشرعيات الواجبات أولا ثم يدخل فروض الكفاية. فروض الكفاية وهي
أظن معروف تعريفه ما هي الأشياء التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. عن الباقين من يكفي وليس إذا قام بها البعض، يعني زي ما هو التعريف السائد، إذا قام بها من يكفي أو إذا قام بها البعض الكافي سقط الإثم عن الباقين، سواء كانت دي دعوة داخل الجامعة، طلب علم شرعي، تعليم علم شرعي، تصحيح عبادات لناس، نصح، توجيه، إرشاد إلى آخره من البرامج، فدي كلها داخلة معانا. فيدخل جوانب تعبدية، جوانب دعوية، جوانب في طلب العلم الشرعي، جوانب في تعليم العلم الشرعي. فده احنا ممكن نعتبرها أربعة محاور، كل واحدة منها فيها شيء من الاختلاف، يعني تعليم العلم الشرعي بيختلف عن الدعوة، الدعوة لها أساليب ولها كده. ممكن نضيف قسم خامس هو قسم دعوي، لكن الانشغال ببعض التراتيب والقضايا الدعوية التي هي ليست دعوة في الصميم ولكن أمور ترتيبية، منو حيجيب القلامة عشان نكتب الجريدة، منو حيتابع الصفحة دي عشان نشوف الردود والتفاعل، منو حيطلق لنا الحملة، منو حيجيب لنا الشعارات البروشورات مثلا، يجيب اللوحات يعلقها. في جوانب أخرى هي داخلة أيضا في الجانب الدعوي، تبعا اجتماعات، جلسات، تنسيقات إلى غيرها. فدي كلها احنا ممكن نعتبر كل هذه الخمسة المحاور داخلة في هذا المجال: دعوة إلى الله، طلب علم شرعي، تعليم العلم الشرعي، الجوانب الإيمانية التعبدية، والجوانب التنسيقية فيما يتعلق بجانب الدعوة. ممتاز. دفل شرعيات، طيب أكاديميات؟ الأكاديميات بيدخل فيها الجانب الدراسي، سواء كان اختبارات، امتحانات، واجبات، أعمال سنة، قضايا المتابعة، في بعض الكليات بيكون عندهم قضايا متابعة بصورة دورية، البحوث اللي بيكلف بها يعني الطلاب، حضور المحاضرات والحضور المبكر للمحاضرات وعدم الخروج من بعض يعني الدك، البعد عن دك بعض المحاضرات، يعني عمليات الحضور نفسها. وبرضو بيدخل فيها إذا كان الشخص بيحتاج لدورات تطويرية، أحيانا الشخص المادة الموجودة عنده هو بقدراته الحالية ما بيقدر يمشي فيها كويس، داير ياخذ له كورس بتاع تقوية برا عشان يقدر يلحق زملائه الموجودين أو المتابعين في المادة دي، فدي برضو بنعتبرها أكاديميات. طيب ما كده يعني الزلمه ده قال يا لا حول، يعني حتى هو الحاجه اللي هم ازدحمه عليه بجد، لا لانه احيانا ما حيقدر يمشي، يعني يعني في من الحاجات اللي بتغيب انه عن ذهن بعض الطلاب الجامعيين انه انا خلاص اذا كان في الجامعه يكفيني الموجود في الجامعه. احيانا الموجود في الجامعه عنده متطلبات اساسيه وانت ما عندك، فكونك تمشي عشان تاخذ لك كورس يقوي عندك النقص هنا، دي مساعده انك انت ما تسقط في الماده دي، تعتبرها بتشوفها شكلها انها كانها زايده لكن هي في الحقيقه جزء أصيل من الجانب الأكاديمي. تمام. طيب كيف تحصل الموازنة؟ يعني طيب هذه الحلقة نمسك خمس يعني جانب من كل الجوانب الخمسة في الشرعيات والأكاديمية، يعني هل أنا مطلوب مني إنه كل الجوانب دي أنا أغطيها، ولا في جوانب أساسية وفي جوانب بعدك زي ما قلت الشيخ فرض كفاية؟ طيب نحن يعني زي ما تعودنا وعودنا يعني إخواننا المتابعين معانا، إحنا بنحتاج في بداية الحلقات إلى أن يكون هناك تأصيلات شرعية، مجموعة من التأصيلات الشرعية إذا تم ترسيخها والتأكد من وصولها، بعد بنبدأ نفرع منها بحيث نصل للنتائج المطلوبة. أول قاعدة شرعية أن الإنسان الله تعالى جعله في هذه الأرض، جعله في حالة من الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وحياته تقوم على المكابدة وعلى التعب وعلى تداخل في الأشياء وفي التكاليف. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان من طبعه الكدح ومن طبعه المكابدة ومن طبعه السعي، فهو ساع في هذه الدنيا لكي يصل إلى نتيجة معينة، وبالتالي ما في شخص حيكون فاضي. الأصل في الناس كلهم إنهم مشغولون ببرامج، بعضها نافع بعضها ضار على حسب الأشخاص، لكن كل يسعى، كل الناس يغدو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبايعوا نفسه فمعتقها أو موبقها. فما في شخص ما عنده برنامج، حتى الناس الفاكين الكده عندهم برامج ودارين يلحقوا المسلسل الفلاني ودارين يتابعوا الفنان الفلاني ويحضروا الحاجة الفلانية ويتعبوا عشان يشتروا أو ياخذوا تذكرة يدخلوا بها الحفل الخيري بين قوسين أو غير الخيري الشري التام. كل الأشياء دي خلاص برامج، لكن يبقى إنه كل مكلف وكل ساع وكل كادح ومكابد. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وهي قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
فما دام الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فجمع الإنسان بين أشياء تحتاج إلى وقت أكثر من الوقت المتاح له لا يمكن أن يكون بأن يأتي بها كلها، لأنه ده تكليف شنو؟ بغير الوسع، بغير الوسع وبأمر خارج عن الطاقة. الأمر الثالث، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن أن يكون التمسك بالجوانب الشرعية سببا للشقاء، هو سبب من أسباب التعب الذي سيجد الإنسان أجره وأثره، لكنه لا يمكن أن يكون سببا للعسر ولا للشقاء ولا للحرج. فدي تأصيلات يعني ثلاثة. ممكن نضيف تأصيل رابع، أن بعض الأمور الحكم عليها والأجر فيها يتبع الغايات التي يسعى الإنسان إليها. صعبة؟ صعبة شوية. يعني أحيانا الفعل بتشوفه دنيوي لكن هو في حقيقته فعل أخروي، والإنسان بيأخذ فيه أجر. فمن دخل في الأعمال الأكاديمية واستحضر النية الصالحة إنه هو داير عشان يشيل هم البيت، داير عشان يريح أبوه، داير عشان يشتغل فيكسب رزقا حلالا فيتزوج ويبني له، طبعا يتزوج بالنسبة للشباب حتبسطهم جدا، ويبني له أسرة يعني صالحة، إذا دخل واستحضر هذه النيات نفس القراية سيجد فيها أجرا بإذن الله تعالى. تمام، يعني هي أربع تأصيلات، يعني هي الأربعة وبتجينا بعدها تأصيلات في داخل الموضوع، لكن نكتفي في البداية بالتأصيلات الأربعة دي وهي كلها تأصيلات شرعية واضحة. طيب، قد يكون التأصيل الثالث يعني مجاوب على السؤال أنا سألته قبل، إنه ما محتاج الزول إنه يغطي كل هذه الجوانب، يعني الحاجة اللي هو بيشوف روحه ممكن يبدع فيها أو يعني يقدم فيها حاجة للأمة. لا، هو مش ما محتاج، هو لن يستطيع أن يغطي كل الجوانب بكل القوة. دي مهم، إنه لن يستطيع، يعني إحنا بنتكلم عن إنه لا يجب عليه، غير مستطيع أن يأتي بكل هذه الأشياء، وعليه يجب عليه أن يشغل ما أتيح له من وقت في النظر والموازنة وإعادة الحساب في تقديم الأولى، سواء كان تقديم عمل كامل على بإلغاء عمل آخر، ولا تقديم 60% من العمل ده في مقابل إلغاء 60% من العمل الآخر إذا حصل تزاحم. يعني الموازنة جزء منها بإسقاط أشياء وجزء منها بالتقليل من أشياء. طب الشاهد الكلام يعني كبارة كده، ويعني هو مجمل، فنحن عايزين خطوات عملية، نحن تعودنا إنه تدينا خطوات عملية 1 2 3 4. طيب، فهو الكلام ده كده عام شوي، يعني لو تخصص يكون أحسن. صحيح، الخطوة العملية الأولى حقيقة أنا بحتاج أؤكد بالنسبة للشباب والفتيات الجادين اللي عندهم هم دعوي، إنه الدراسة الأكاديمية هي نفسها تكليف بالنسبة لهم، وهم مطالبون بها، في مطالبة مجتمعية، في مطالبة أحيانا قد تكون مطالبة من جهة الاحتياج المالي، إنه أنت حتمشي وين إذا ما قريت. لا شك إنه الأرزاق بيد الله تعالى، لكن جرى الأمر على إنه الطريقة بتاع الدراسة الأكاديمية هي الطريقة الأساسية الموجودة السائدة اللي هي الناس بيمشوا بها، حتى يعني سواء اشتغل في مجاله أو ما اشتغل في مجاله يكون كمل التعليم الجامعي، حتى في موضوع الزواج بعدين في كده في هنا، إذا الواحد ما كمل جامعة بتبقى له إشكالية. فالمتطلب الاجتماعي والمتطلب الاقتصادي، وأهم من كده أن الدراسة والاجتهاد بها فيها درجة عالية جدا من درجات البر بالأبوين. يعني أنت أبوك وأمك ما عندك لقروش تقدر تساعدهم بها ولا تقدر كده، ولا عندك الحاجة اللي بتساعدهم وبتفرحهم وبترفع من معنوياتهم وبتخليهم يعني رؤوسهم مرفوعة، تجيب لك نسبة عالية في الثانوي وتشتغل في الجامعة بصورة كويسة وما تشيل لك أي مادة وتمشي تخلص جامعتك في السنوات المفترضة لها، ما يكون عندك أي ريبيت أو إعادة، أي ريبيت أو أي عادات أو أي تأخر من التأخر ده. كمان لو قدرت تجيب لك نتيجة مبرزة كده وإن كان في الجامعة ما مطلوبة، يعني جبت لك نتيجة عالية برضو بفرح الوالدين، خاصة الأم بفرحها بدرجة كبيرة جدا. تمام، تاني. طيب، من برضو من الأشياء اللي بيستحضر الشخص في الدراسة الأكاديمية، إنه الأصل أن الشخص مطالب بإتقان ما يقوم به. إحنا لازم نسلم بأنه يعني بعض الفقهاء من المعاصرين ومن القدامى بيروا أنه الدراسة دي إذا كان فيها مشاكل، إذا كان ممكن تعرض الإنسان لخطر في دينه، فالأصل الإنسان يتركه ويبتعد عنه. لكن إحنا نتكلم عن الصورة العامة السائدة الشائعة المعروفة، أنه الناس داخلة ودي جزء من البرنامج الذي يسعى الإنسان من خلاله تكميل يعني مجموعة من المعارف عنده،
وهو ماشي فيه. فإذا كان الشخص أصلاً ماشي في الدراسة وهو أصلاً طالب، فده وظيفته طالب. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. واحد بيقول لك أنا ما شغال، أنا بقرأ، برضه ده عمل. القراية أيضاً عمل، يعني العمل ليس قسيماً، دي صعبة مش قسيماً دي. العمل القراية ليست في مقابل العمل، زي واحد بيقول لك بتقرأ شغال ولا بتقرأ، لا، نفس القراية تعتبر شغلاً وتعتبر عملاً. المهنة طالب. في الجواز ممكن يكتبوا لك المهنة طالب، فالناس بيستغرب يقول لك كيف مهنة طالب، هو لسه ما بقى في سن المهنة. لا، أنت تمتهن التحصيل. القروش الراتب اللي بدوك له من البيت يومياً ده مش عشان تركب المواصلات تمشي تتونس وتجي، لا، عشان تمشي تشتغل شغلك هناك، وبدوك كمان داير مذكرات، داير تشتري لك كراس، داير تشتري لك أقلام، غيره، كل المتطلبات يدفع لك فيها في مقابل، وهو انك تحصل، انك يكون في تحصيل، وانك تجتهد وتحاول تتعدى المرحله دي المرحله اللي بعديها. حتى لو انت كنت ما مقتنع، يعني بعض الشباب ودي يعني بتواجه يقول لك يا خذ آية السودان ده فيه قرايه، قدر الموجود هنا اقراه، كان ربنا يسر لك مشيت الشارقه ولا مشيت يعني دول جنوب شرق اسيا ولا مشيت دول جنوب اسيا الدول الاتحاد السوفيتي السابقه وغيرها. المهم مشيت تقرا لك في حته برا، خلاص انت والحته اللي مشيت لها. لكن ما دمت قاعد تقرا معانا هنا في السودان ما تقعد عاطل، ادرس وحصل واتقن، ولو فيك كمان باقي مروه وقوه شوف وتوسع في هذه المجالات التي تدرسها وتتعلم فيها. طيب، يعني سؤالي طرح نفسه، هل اذا انا عاوز يعني اخذ لي يعني اطلب علم شرعي وفي نفس الوقت اقرا علم اكاديمي، هل عشان يتوافقوا الاثنين الا العلم الاكاديمي بقى قريب من علم الشرعي، يعني مثلا يكون طب او غيره من العلوم اللي بتكون عندها احتكاك بالعلوم الشرعيه، ولا قد تحصل الموازنه والاتفاق بين اي علم اكاديمي واي علم شرعي؟ هو يعني حقيقه احنا نحتاج حلقه تفرد لموضوع طلب العلم الشرعي بالنسبه للطالب الجامعي، لكن في قدر من العلم الشرعي هو قدر واجب على كل شخص، وكل ما كان واجبا، اذا كان احنا يعني نؤكد بالنقطة اللي ذكرناها في البداية، كل ما كان واجبا فإنه يلزم ولا بد من الاتيان به. شخص ويقدم ما بيعرف أول حاجة، ويقدم حتى على الأكاديميات. زول ما بيعرف يصلي، صلاته فيها مشكلة، احنا نقول له يا أخي تصحيحك للصلاة مقدم حتى لو دكيت الحصة، لكن تصحيحك للقدر الواجب الأساسي. فالقدر الواجب من العلم الشرعي ده أبدا ما بندخله في المزاحمة، نقول ابدأ به ثم انظر بعد ذلك إلى جوانب المزاحمة بين الأكاديميات من جهة وبين الشرعيات المستحبة من الجهة الأخرى، لأنه هو الأساس، وهو يعني لأنه الأساس، ولأنه لا تصح عبادات الشخص ولا يصح دين الشخص إلا إذا اكتمل عنده العلم الشرعي أو اكتمل عنده القدر الواجب من العلم الشرعي. تصحيح جوانب في الاعتقاد، الشخص عنده فيها نقص، عنده فيها خلل، تصحيح جوانب في العبادات، تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الشرعية الأساسية المشوشة موجودة عنده بصورة مشوشة أو خاطئة، هذا يقدم. احنا نقول إذا تزاحم، وإن كان في الغالب الشخص ممكن بعد ما يطلع من الجامعة يشتغل كل البرامج دي من غير ما يحصل شيء من التزاحم. طيب، يعني القدر الواجب ده يعني قد لا يعرف عند بعض الشباب، يعني لو حدد يكون احسن، يعني لا، المدى بتاعه وين؟ هو القدر الواجب زي ما ذكرت لك قبل شويه، ما يتصح به العبادات وما تصح به العقائد والتصورات الاساسيه. شخص عنده تشويش في مساله ايمانيه زي ده، كون يمشي صح التشويش ده ويسال لشيخ، دي تعتبر من العلم الواجب يتعلمه ولا يدخله في موضوع المزاحمه. لكن احنا بنتكلم المزاحمه بين شخص عنده برنامج بتاع دروس علمية شرعية بيحضرها درسين في الأسبوع، متابع مع شيخ مثلا ثلاثة دروس أحيانا بعض الطلاب، وبين الدراسة الأكاديمية، أنا أقول له في هذه الحالة وازن. في أيام الامتحانات مثلا وقف الدروس تماما، إذا الشيخ ما وقف الدروس أنت توقف الدروس، لأنه أنت ما حتقدر، أنت قاعد تمتحن بجاي وتجي داير في الفترة المسائية تمشي تحضر الدرس وتجي تعبان منهك ما ذكرت مادتك، نبقى في انك شلت الماده وعدت السنه وعطلت مشروعك، مشروع انك تتخلص. يعني الطالب زي ده بيكون بيتعامل مع الجامعه بنفس التخلص، 200 تخرج، اي بدل تخرج، فانت بتكون عطلت نفسك من التخرج سنه كامله. فانت ركز حتى تنجز، وحتى نستطيع انه نمشي بصوره متوازنه ما تسبب لنا شيء من الاشكال. تمام، يعني اخونا مجاهد جعفر معنا في الخط. السلام عليكم يا مجاهد. السلام عليكم. السلام عليكم.
طيب يعني انقطع الاتصال، لكن يعني هو كان عنده رغبة من الحلقة اللي فاتت انه يشارك، لكن ما تيسر، لكن ان شاء الله يرجعوا لنا باذن الله. تمام. طيب الشيخ، يعني نحن جايبين جاي كلمة الموازنة كثير، يعني قد سؤال طرح قبل الحلقة قال لي يعني هي الموازنة موجودة؟ كان واحد من الشباب قال لي هل هي اصلا احنا عندنا موازنة قاعدة ولا ما هي موازنة؟ ايوه، هنا حقيقة احنا نتكلم، ودي برضو من النقاط اللي لازم الشاب يركز فيها، القدرة على الموازنة بين الامور هذا باب من ابواب الحكمة. يعني دي رزانة تقول اناه، كما قال صلى الله عليه وسلم لشجع عبد القيس، قال ان فيك لخصتين يحبهما الله، الحلم والاناه. الاناه دي اللي هي بنسميها الرزانه، تقيل. يعني الشخص ما بيجي واحد يقول لي اخ قوم في محاضره كده، لا انا بعاين فيها انه والله المحاضره دي انا داير لي ساعه عشان اصل لمكان المحاضره وساعه عشان ارجع، والمحاضره ممكن تكون ساعه ونص او ساعتين، وانا عندي بكره اختبار، الاختبار داير له 3 ساعات 4 ساعات مذاكره، انا حذاكر بيتين. هيقول لي لا انت امشي احضر، ربنا يوفقك، انا عندي اختبار. تمام. مجاهد رجع لنا في الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا الف مرحب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الله اجمعين، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا جزا الله خير قناه الطيب على اثراء النقاش والحوار. وموضوع كموضوع الموازنه الاكاديميه بين الاكاديميه والشرعيات موضوع مهم جدا، يعني لانه اصبح مشكله بتواجه كل الطلاب الان في السودان. فقد تجد الطالب يعني مهموم جدا بالشرعيات مما يؤثر على اكاديميه الدراسيه في الجامعه. ولكن انا احب اؤكد انه اذا كان الطالب له الرغبه في الدراسه يعني هي لها اثر كبير جدا على الموازنه بين الاكاديميات وبين الشرعيات، او هي نوع من الدراسه يعني. فبفتكر انه انت توازن بين الاكاديميات وبين الشرعيات او بين اي علم مع الاكاديميات، لابد انك يكون عندك جدول موضوع يعني مخطط له بزمن وبجدول، يعني عشان تقدر يعني يكون عندك خطة موضوعة تقدر تنفذها يعني. طيب ممتاز. لأنه أنت الطالب عندما يصل الجامعة مثلا وتخصص معين، يعني مثلا طب مثلا أي متخصص، فبيكون بتواجهه مشاكل كثيرة جدا، يعني خاصة إذا كان من نوع الطلاب اللي بيكون عنده اهتمامات ثانية غير الأكاديميات، فبيكون مشغول بأنه كيف يقدر يوفق بين الاكاديميات وبين الشرعيات. ممتاز يا مجاهد، ممتاز، يعني الرساله وصلت. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. العطا يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم هنا المصنع والدكتور الطاهر والفريق العام جميعا، تحياتنا لكم. يعني الله يبارك فيك. الله يسلمك. العطا يوسف طه، قريه العبط، حسين، محليه المناجم. مرحبا بك، الله يخليك. دكتور إبراهيم، بالنسبة للعلوم الأكاديمية، التركيز على العلوم الأكاديمية، وأنا ما كنت يعني أتيت متأخرا يعني في البرنامج، بالنسبة على التركيز على الأكاديميات وتلك العلوم الدينية والعلوم الشرعية، يعني للأسف يعني مع احترامي لبعض الطلبة والطالبات في الجامعات، يعني هنالك من يركز تركيزا تاما حتى ينال شهادة في العلوم الأكاديمية ولا يعرف شيئا عن ابجديات الدين، يعني انا لا اعمم، لكن هذه تجربه يعني ملموسه لي مع بعض الطلبه، يتركون العلوم الدينيه جانبا ويركزون حتى الواحد ينال شهاده باي صوره كانت، يعني في العلوم الاكاديميه، مع انه صلى الله عليه وسلم يقول فعلا في الحديث: من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخره فعليه بالعلم، ومن ارادهما معا فعليه بالعلم. لكن التركيز على العلوم الشرعيه احسبه واجب ضروري في بعض الاحيان، ولذلك تركها جانبا والاشتغال بالعلوم الدنيويه، مع ان العلوم الدنيويه فعلا فيها من الفائده ما فيها يعني. لذلك ارجو يعني ان يكون التركيز يعني في الجامعات، يعني حتى تكون هناك شحنات ايمانيه لبعض الطلبه، تغير بعض المسارات وبعض الافكار الفاسده التي تدخل على الطلبه يعني من بعض الفئات، فارجو يعني مناقشه ذلك، وجزاكم الله خيرا. الله يسلمك، الله يخليك. العطاء تيسير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. أولا جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا البرنامج الرائع. الله يسلمك.
مشاركتي هي في مسألة الموازنة بين الأكاديميات والشرعيات، هل لا يمكن يعني أن يكون هذا مثلا منهج من ضمن مناهج الجامعة؟ يعني مثلا الطلاب الذين يدرسون الطب أو الهندسة أو كذا، لا يمكن أن يكون عندهم قدر مثلا من هذا العلم الشرعي يدرسونه؟ يعني مثلا بعض طلاب الطب مثلا تعرضهم بعض المسائل مثلا في المستشفى أو كذا، لا يكون يعرفون المخرج الشرعي منها أو كذا. يعني مثلا بصراحة مثلا من قبل حدث شخص كان في يحتضر يعني، وكان أهل هذا الشخص مصممون مثلا على أنهم يروا هذا الشخص قبل موته أو كذا، ولكن الأطباء منعوا زيارته لأنه كان في العناية المركزة أو كذا. فبعد ما خرج وانتقل إلى رحمة مولاه، كان أخو هذا المريض يقول لهم أنا بس أريد أن أطمئن إن كان الطبيب عانه على أن يقول الشهادة أو كذا، لا أكثر ولا أقل. ف يعني مثل هذه الأشياء أنا لا أعلم هل هي تدرس أو لا، ومدى اهتمام الطلاب بها أو كذا. فليتكم تحدثون عن هذا وجزاكم الله خيرا. الله يسلمك. الله يبارك. يعني قد يكون يعني كل المتصلين ركزوا في جانب الشرعيات على العلم الشرعي، فمجاهد يتكلم عن حكاية الجدولة والزمن. الجدولة دي حقيقة عندي نظرة شخصية، الجدولة جدولة قلبية وليست جدولة ورقية. معظم الناس اللي بيكتبوا جداول برا ما قاعد ينفذوها، لكن الجدولة التي تكتب بماء القلب. طيب كيف كده توضح شوية؟ يعني الزول يكون عنده حرقة داخلية انه هو داير ينجز كل المطلوبات منه، زي ده بيقدر يجدول داخليا. واحنا لما نتكلم يعني، وده حندخل له في اخر الحلقة، اللي هي خطوات عملية، من وين نلقى زمن؟ الزمن ضيق، اخذ زمن من زمن الراحة. يعني الشخص اذا دمه حار وقلبه حي بيستقطع من اوقات الراحة للتوزيع على الشرعيات والاكاديميات. يعني بدل ما ينوم 8 ساعات ليه؟ ممكن بحرارة الهمة والحماس والكذا ينتقل يكتفي بسبعة بستة ونص بكذا، إذا كان البرنامج أصلا مليان. النفس يميل أو النفس تميل إلى النوم إذا كان الشخص شعر بأنه انتهى أو أنه ما عنده برنامج، يقعد نايم حتى لو صحة تلقى يجور في البطانية لسه داير النوم، ما وراه حاجة ما وراه حاجة حينوم. لكن الشخص الذي يشعر بالمزاحمة نقول له في حاجة في جهة، حاول اضغط طلع منها زمن، اضغط انك انت تنتزع لك ساعه ساعه ونص بالتدريج، طبعا مش فجاه من 8 ساعات نوم تبقى 6 و5 تبقى 6 ولا تبقى 5، لا بالتدريج ابدا اسحب، حتحس انه انت قاعد توسع في يومك من اوقات نومك، تبدا تسحب منها في البرامج. فالجدول اليدوي او كده، معظم الناس اللي جربوا يكتبوا جداول ما قدروا يتقيدوا بها، لانه كانه بيشعر الانسان انه هو جعل رقيب عليه من خارج نفسه. لكن لو خلى قلبه يكون حي، جدوله الداخلي هو اللي حيصحيه في الوقت الصح، وهو اللي حيمنع ينوم اذا كان هو ما انجز القدر المحتاج ينجزه فيها. ده بيمنع الجدول الورقي ولا مع الجدول القلبيه؟ والله هنا في السودان ما شايف حاجه اسمها جدول ورقي. يعني الجدول الورقي الا تكتب به الحاجات المعتاده، انه يوم كده من الساعه كده للساعه كده في كده، لكن انه انا جدول لي جدول يومي عشان اعمل لي برنامج بتاع مذاكره وكذا، لا ما حتقدر تنجح بالصوره المطلوبه. انا اعرف انه في بعض الناس حيزعلوا وحيقول لك لا انت بدل ما تشجع الناس انهم يكتبوا جداول يعني ويبدوا يرتبوا امورهم، انا داير الترتيب يكون داخلي قلبي. بعدها اذا بقى في قلبي وكتب انعكاسا لما في القلب هنا ما في مشكله، لكن اكتب وقلبه هو اصلا مشخبط وملخبط. فالجدول المرتب الجميل الملون في الخارج لا يغني شيئا ان كان الجدول الداخلي فيه اشكالات. طيب ممتاز. السلام عليكم عبد القادر. وعليكم السلام ورحمه الله، التحيه لكم ولكل الجماعه العامله في اذاعه الطيبه وقناه الطيبه الطيبه يا اخي. ولك التحيه كمان ولكل الاهل هناك. تحياتنا عليكم من الاهل بالشرعاوي وحطاب، وشكرا على البرامج اللي بتقدموها في اذاعه الطيبه وقناه الطيبه يا اخي. الله يسلمك الله يخليك. أنا بس مداخلتي المتواضعة بقول أي زول بيكون ناجح دينيا مواظب على طاعاته وصلاته وكلها بيكون متفوق أكاديميا. ممتاز. وأنا بقول دائما الإنسان اللي بيخد اهتمامه بس ينجح أكاديمي كده وما عنده أي حاجة خلفية عن دينه وخلفية عن الثقافة الدينية ما بينجح، لأنه داير ينجح عشان بس يمشي جامعة ويمشي غيره ويمشي غيره
ونحن كلنا عندنا الأبيات القالة الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ممتاز. أي زول يشد حيله ويكون متمسك بصلاته وعبادته ربنا يوفقه إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. الله يسلمك عبد القادر. السلام عليكم نون. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك من درمان نون. والله خير ربنا يتقبل منكم البرنامج ان شاء الله. اللهم امين منك ان شاء الله. الله يلا بتكلم عن الموازنه بين الاكاديميات والشرعيات وانا واحده من الناس عندي المشكله دي فدايره اقول يعني في حاجات كده بالنسبه للطالب الاكاديمي نحن محتاجين الانسان يكون غدوه في مجاله بيكون كده دعوه اكثر من انه يسمع يجي لزال يدعيه بالكلام ممتاز. يعني تميزه في مجاله. الحاجة الثانية بالنسبة للمحاضرات يعني هل في كل وسائل مثلا النت بي في محاضرات بيجي نازلة وليش في مسائل كبار يعني فالإنسان ممكن يستفيد من الحياة بدل ما يضيع زمن في مواصلات ودروس وكده فيتخلي توصل كمية من الزمن. تمام الله يسلم جزاك الله خير يا نون. الله يبارك فيك. طيب يا شيخ نحن عندنا فاصل يعني قبل أن نجي فيه يعني تعارض كثير على المكالمات لكن بعد هذا الفاصل. تلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث أختيان العزائم أينما كنتم وموضوعنا هو اليوم عن الموازنة بين الشرعيات والأكاديميات وأرقام التواصل مرة أخرى 0-183-43-46-88 و-183-40-77-77 وتحية مجددا للدكتور الطاهر أحمد الطاهر وتحية مني للمشاهدين والمستمعين من الجنسين من الفتيان وأصدقائهم وللمتصلين الذين اتصلوا جزاهم الله خيرا على الإثراء وعلى المشاركة. طيب وأيضا لأخونا عثمان يعني من خلف الكاميرات يعني طيب. معترض قايل لي حيو فلهم التحية جميعا والفريق العامل إن شاء الله. طيب كان نون تكلمت عن إنه هي عندها مشكلة في الموازنة في إحنا حنجي للخطوات العملية 1-2-3-4 اتكلمت برضه عن الدعوة العملية وإنه الإنسان يكون يعني بسمته أكثر من علمه أو بدعوة الشخصية. فيعني هو حقيقة يعني الاتصالات اللي جات فيها عدة جوانب. أنا بحب أكد إنه برنامجنا غير مخصص للذين يهملون الشرعيات، ما داخلين معانا النهائي في البرنامج ولا قاعدين نتكلم معاهم، هم ذاتهم ما قاعدين يسمعونا ولا يعني يفتحوا قناة طيبة لا ولا عارفين انه في قناة اسمها طيبة في ولا عارفين انه في زاعة اسمها طيبة. فالشخص اللي ما عنده اهتمام بالجوانب الشرعية ده غير داخل، بيهتم بالأكاديميات بس وما عنده غرض بالجوانب الشرعية ده غير مخاطب. احنا بنتكلم عن شخص مهموم بقضية كيف اقدر اقوم بالدور الشرعي المطلوب مني بصورة مقبولة وأقوم بالدورة الأكاديمية بصورة مقبولة، لأنه بنعاني حقيقة في كثير من الأوساط الدعوية إنه في شباب بيركزوا على الشرعيات في مقابل الأكاديميات، بعدين واحد بيكون أخذ لملحق ولا عاد لسنة ولا غيره من الأشياء اللي هي في النهاية بتبقى أنت الموضوع زي ما بيقولوا المصريين يخلي وشك قد السمسمة، يعني أنت ما تقدر تسوي شنو معاو يعني في يعني كيف تعتذر ده الشخص اللي هو رمز دعوي. ولذلك الأخت اللي أشارت إنه من الدعوة العملية احنا بنقول إلا يجي الأول يكون من الناس المميزين بصورة معقولة، وأهم حاجة ما يكون من الناس الراسبين ولا شايلين مواد، يعني الحد الأدنى إنه ما يشيل مادة لأنه القدرة قدرة القراءة موجودة عنده، قدرة الاجتهاد موجودة عنده، لكنه انشغل بأشياء أخرى. فهنا بنقول له في أيام الامتحانات قلل وأمشي هناك. وأنا حقيقة برضو من باب التوازن من باب يعني النظر للموازنة الصحيحة، شخص عنده ما شاء الله إمكانيات دعوية وقدرات وكده يجينا العاشر ما يجينا الأول. ليه؟ عشان يقدر يدينا من إمكانياته شوية في الجانب الشرعي، عشان يقدر يدي في إمكانياته يبذل ويبني في الجوانب الأخرى، لأنه كونه تجي الأول ولا العاشر الفرق بيناتهم ما كثير، لكن الفرق في الجهد كثير. أنت بتحتاج تذاكر ساعتين يوميا عشان تجي العاشر، لكن عشان تجي الأول ده يتذاكر 5 ساعات يوميا وربما أكثر. وهي في النهاية أنت ما مطالب بهذا القدر. ولذلك نحن نقول الشخص يحتاج إلى يعني موضوع الموازنة زي ما بدينا قبل الاتصالات، إن الموازنة هي فرع من أفرع الحكمة
اللي بتكون في قلب الشخص ونفسه. ناس كتار جدا بتلقى الواحد رزين عارف انه والله انا ما حاجة المحاضرة دي، ليه وجا شيخ فلان وده الضيف الزائر من الخارج والكذا، ضيف زائر لكن انا الضيف ده ما ممكن امشي له واقوم اضيع ادخل نفسي في مادة ولا ادخل نفسي في حاجة تانية ولا اخر واعطل. لكن لابد ان يكون له عطاؤه في الجهتين، في الجهة الشرعية وفي الجهة الاخرى الدنيا. اظن اخونا العطاء كان سأل عن التيارات، انه في تيارات بدأت تعصف بالشباب وكذا، يعني الإلحاد والتيارات العقلانية المنحرفة وغيرها. احنا بنقول اذا الشخص في بيئة فيها مخاطر من حاجات زي دي، يبقى تعلم العلم الذي يكون عنده الحصانة مما ينتشر حوله من الحاجات الأساسية، زي الأمصال اللي بتأخذ إذا انتشر مرض في مكان معين، يبقى أخذها شيء أساسي للحماية والوقاية، فده بيدخل طوالب عندنا في العلم شرعيته الواجب. طيب الحقيقة بنحتاج ننتقل نقلة في خطوات عملية. أول خطوة وهي محاولة إحياء لسنة ماتت. أقوى جانب من الجوانب الشرعية يحتاج الشخص إلى أن يركز عليه الجوانب الإيمانية. يعني لما تكلمنا عن الجدول الليلي لما نقول الشخص يصحى بالليل، ما ركزنا كثير يصحى لشنو، لكن لازم نركز الآن ونقول شخص يحتاج إلى عون الله تعالى. فإنت إذا كنت بتدعو في الجامعة أنت تدعو إلى الله على هدى من الله مستعينا بالله، فمحتاج إلى دعوة الله وبدعاء الله تعالى أن يهدي من تدعوه إلى الله. يعني أنت اشتغل بالنهار دعوة مع الزول واشتغل بالليل دعوة للزول. يعني انت ما ممكن تجي انا والله قاعد ادعوه تعبان معه في الدعوة وساهرنا وقلت نمشي نتعشى سوا وجينا الساعة 12 راجعين وكذا، لا انت اقعد معه لحد 9:30 وامشي نوم بدري اصحى بالليل ارفع يدين اقول يا رب اقضي في الهداية في قلبي فلان ده احسن لك 100 مرة من انك انت تمشي تعشى معه. ايوة من تتعشى معه او تشتغل وتظن انه انت قاعد تدعو الناس بقدراتك الدعوية وبالدورة اللي اخذتها كيف تؤثر في الناس وكيف تجعلهم يقبلونك وكيف وكيف، لا أهم شيء هو أن تدعو الله أن يوفق هذا الذي تدعوه إلى الله. تمام. طيب الشيخ يعني مرات يعني زول بيحاول إنه يدعو، يعني بالذات إذا كان هو في يعني هو الملتزم الوحيد في الدفعة، فتلقاه يدعو في الشباب وفجأة يقول لك يا أخي زول ده مشى للجانب الثاني، فدي قد جانب الثاني يعني شو؟ يعني خلاص فكه. أيوة. فدي قد تحصل تخوف يقول لك يا أخي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا خلاص خليني في روحي وأدعو روحي وقاصر على روحي. يعني قد يعني هي المسألة اللي حصلت كثير في الجامعات، إنه يقول لك شاب والله مشيت دعوه عشان يفك السيجارة وقال له يا أخ أنت كده جرب السيجارة دي لو أنت بديتها وخليتها إحنا بنخليها هو مجربه خلاص بقى سجر بعد ذاك. هي بتحصل لكن ما بتصل لدرجة الظاهرة والحمد لله، يعني موجود بتحصل حاجات زي دي، لكن حتى الدعوة معروف إنه في لها طرق وخطوات لازم الشخص يمشي بها. يعني أنت لما تبدأ تدعو أولا ما بتدعو منفردا، في ناس ثانين بيساعدوك في الدعوة، دعوتك نفسها ما حتمشي للمجمعات دائما، لا تدعو شخص داخل الدائرة التحصينية الموجود فيها، استفرد به وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أنت خليك في الغنم القاصية دي، شوف لك واحد براو، لكن لو جيت لمجموعة فيها 7 وجيت تدعوهم ما بخلوا دعوتك وخطابك الدعوة ده يمشي فيهم. فحاول في شخص قريب، في زول صلى في المسجد لفت سلمت عليه قلت له والله يا أخي ملاحظ أنت أولاد دفعتنا كم ما قاعدين يصلوا يمكن ولا يصلوا 25% باقيين وين ما قاعدين يجوا، لازم يكون عندنا دور. فتدعوه يعني تشتغل مع الشخص أو مع الأفراد. هذا كلام يعني يمكن يجينا في الكلام عن الدعوة يعني في الوسط الجامعي بالتفصيل. كيف؟ فكك الحزمة. أيوة لا مش فكك الحزمة، تعال للحزمة المفكوكة. يعني أنت ما مطالب أنك أنت تفكك الحزمة تفتتن وانت بتدعوهم، لا لقيت واحد طرف منهم مش يصلي تكلم تقول يا اخي اصحابك دير ما تكلم معهم يا اخي انت ما شاء الله ربنا يسر ليك وانت محافظ على الصلاه وكذا، ذاته تشعر انه ذاته شخصيه هو ذاته داعي وليس وداعيه وليس يعني هو مدعو الى ان تنقله لهذا الشيء. لكن احنا بنقول حقيقه في فيما يتعلق بالدعوه لا تجعل وقت الدعوه يؤثر على بقيه أوقات الشرعيات الأخرى. يعني لما ندعو الموازنة دي الموازنة جوا الشرعيات أولا قبل ما نوازن بينه وبين أكاديميات، جوا الشرعيات توازن، يكون عندك دعوة بتدعوها لغيرك، يكون عندك دعاء بتدعو لله سبحانه وتعالى يوفقك في أكاديمياتك في دعوتك للناس في طلبك العلم الشرعي في برنامجك الاجتماعي وغيره، يكون عندك برضو برنامج بتاع طلب علم شرعي تتعلم الحد الواجب
وما زاد على الحد الواجب برنامج بتاع تعليم الآخرين وتفهيم ونقل العلم الشرعي إليهم، بالإضافة لمساهماتك الإدارية صحة تسميتها أو التنسيقية في البرامج الدعوية اللي بتكون موجودة عندك في المكتب. يعني ممكن أضاف برنامج تزكوي يعني شخصي، برنامج تزكي للنفس. أيوة، الجانب الإيماني اللي هو أشرنا لجزء منه قبل شوية، إنه الشخص يعني مثلا ما ممكن تدخلي الأذكار، أذكار الصباح أو أذكار المساء، لأنه أنت مشغول ببرنامج بتاع دعوة أو بتتونس مع مجموعة من الناس عشان تدعوهم. لا، كل حاجة وليها وكتة، خاصة السنن التي حددت بأوقات معينة تحترم أوقاتها لأنها جزء من البناء الشرعي التزكوي الشخصي. تمام. عبد القادر قبيل قال يعني النجاح الشرعي يعني يدفع للنجاح الأكاديمي، هذا الجملة دي صحيحة 100% ولا؟ والله يدفع، لكن ده من باب التفاؤل، لكن ممكن شخص يكون ناجح شرعيا لكن ما عنده الموازنة. لذلك نفرق دائما بين العلم والحكمة. العلم ممكن شخص يكون عنده معلومات كثيرة، لكن الحكمة هي حسن استثمار هذه المعلومات وحسن الموازنة بينها وبين غيرها. ففي ناس ممكن يكون مستواه الشرعي ممتاز وبيصلي صلى الصبح ومشى الجامع، مشى الجامعة لقى انه هو ساقط وحيعيد السنة، دي ما فيها يعني، دي موجودة وليست يعني لا يقتضي وجوده انه والله في خلل معين في جانب من الجوانب. طيب يا شيخ، مش لا يعني انه في خلل معين، يعني لا يعني انه السنة الشرعية تخلفت، انه والله ياخذ صلى الصبح مفروض يكون كلامه صح. طيب يا شيخ، يعني نحن دارين كده يعني الموازنة نفسها، احنا قاعدين بنتكلم عن الموازنة لكن ما تكلمنا كيف تكون الموازنة. طيب، يعني خطوة عملية، 1 2 3 4، 1 2 3 4، احنا برضه احنا تعودنا 1 2 3 4، لكن يعني كل ما مضى حقيقة من الكلام هي تأصيلات، لانه احنا لو قدرنا نأصل صح بعد ده ما شرط الخطوات اللي انا حاذكرها او انت حاذكرها الان. على سبيل المثال، ايوه على سبيل المثال، لانه الناس بيختلفوا. اول شيء تقليل النوم والراحة لصالح البرامج الجادة. نمرة 2، وضع برامج للتنفيذ، يعني الأكاديمية جادة والشرعية أشياء جادة، خلي عندك برنامج للتنفيذ والترويح ولو برنامج أسبوعي، لأنه ده حيديك طاقة قوية جدا عشان تشتغل وتجتهد في الشرعيات وفي الأكاديميات. بعض الناس بيقوموا يشدوا على نفسهم شدة كاملة، جد في جد في جد، لحد شنو؟ ما ينفجر، لحد ما ينفجر. لا يمكن، لازم يكون في شيء من التنفيذ، واحد بيسمع له أشعار، واحد بيحفظ له حاجات، واحد قاعد مع أصحاب يتونس ويضحكوا وكذا، ما في إشكال. النقطة الثالثة في الموازنة، الاستفادة من الأوقات الميتة، المواصلات، أنت ماشي وجاي دي أوقات ميتة ممكن تستغلها، وإنت جاي في الأكاديميات وإنت راجع في الشرعيات، لو أنت جاي في الأكاديميات اطلع شوف الليلة هتاخد شنو، اتصفح بس المذكرات أو الكتب اللي عندك، شوف الليلة هتاخد شنو، أخذت في المحاضرة الفاتحة شنو. صحيح المحاضر قد ما يسألك، لكن أنت عشان تكون متابع وتخفف على نفسك بعدين من المذاكرة، زيادة يحصل ربط بين المحاضرات، ويحصل ربط بين المحاضرات، يكون ربط واضح. أيضا من الأوقات الضايعة الأوقات داخل الجامعة، يعني أحيانا ممكن يكون محاضر ما يجي والمحاضرة مدتها ساعتين، ساعتين دي قاعدة تضيع هباء من الطالب. المحاضرة دي لو استطعت أن تستفيد منها في الشرعيات أو في الأكاديميات هيكون حاجة كبيرة جدا. وأنا أذكر قصة لطالبة كانت بتقرأ في واحدة من الجامعات، طالبة دي أي وقت فاضي بين المحاضرات بترجع وراء عندها مصحفة بتقعد تقرأ فيه. حتى بكلمني واحد يعني قال يعني كان كل الشباب اللي معاهم في الدفعة يعني معجبين بها إعجاب، يعني الكويس والكعب، إنه دي في الأجواء دي الناس بيستغلوا يعني بس سكتة الأستاذ عشان يتونس مع البيت جنبه، هي قاعد تستغل أوقاتها دي عشان تمشي تقرأ قرآن، تراجع، وإذا كان عندها مثلا حفظ جيد بتحفظه أو بتقرأ تلاوة. فده برنامج يعني ممكن الشخص في الأوقات الميتة بين محاضرة ومحاضرة ممكن يكون في تلت ساعة، والشخص إذا كان مثلا يعني هو فاطر أو فطوره معاه أو كده بيقدر يستفيد من الأوقات، يعني استثمار الأوقات المهدرة داخل الجامعات. برضو ممكن نعتبر من الطرق الاستفادة الأساسية الاستفادة من أيام الإجازات في وضع شيء من الأكاديميات فيها، وديك حتزعل الناس طبعا شديد. يقول لك يا أخي إحنا ما صدقنا ارتحنا من الأكاديميات، سكانة لا من تذاكر حاجة أكاديمية حقة السنة الجاية ذاكرها في الإجازة، طعامها بيكون مختلف تماما، لأنه هي المادة ذلك بتعرف إنك جاييها رغبة فيها، فحتنفتح معاك، حتفهم بكل هدوء وحتستفيد وكده. ودي ما أتوقع إنه موجودة في السودان يعني ولا فيه، بتعرف لك؟ لا ما
ما في، احنا ندعو انها توجد، لانه الاجازه ما حتقدر تكون اجازه كلها شرعيات. فانت دخل فيها شيء من الاكاديميات، تعال لي استاذ بتعرف يقول لي يا اخي انا داير حاجيك يوم في الاسبوع ساعتين عشان تشرح لي مثلا الفيزياء انا عامل لي مشاكل، اشرح لي مثلا الماده دي اذا كان ماده تشريح ماده شنو على حسب اي تخصص يعني بالفيو. البرنامج ده انا عارف انه هو قد يكون موجود عند طلاب الثانويات يعني ممتحن ثالثه والماشي ثانيه بيحصل، طيب لكن في الجامعه ما احنا يعني مهم يعني ده برنامج حيديك بعد. انا طبعا في خطوه لو قلتها الناس حتزعل، لكن انه الشخص يجعل شيء من هواياته الماده له علاقه بالاكاديميات اللي هو بيقرا فيها. دي هنا الكلام اللي قبل قلناه في الترويح، انت ممكن يكون ترويحك عن طريق هذا الشيء. والله يا شيخ يعني في قصه، لكن هي يعني هي خيالية. اكاديميات لكن ما اكاديميات. فنحن معانا تلفون بعد ذاك نحكي القصه. طيب. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله. يا مرحبا يا ابو محمد، حياك الله. حيا الله المثنى، حيا الله شيخنا الطاهر. الله يبارك فيك. وكان المداخله بتاعتي بتتلخص في النفس التخلص اللي كان ذكره الشيخ. الو. ايوه معاك، نحن تفضل. يعني هل النظره دي نظره صحيحه ولا يعني فيها شيء؟ ما سمعتها كويس، ممكن تعيدها؟ هو الشيخ قال انه في اغلب يعني في 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 بعض الناس بينظروا لانه الجامعه المرحله بتاعتها اللي هم فيها انها مرحله بتاع التخلص، وبالتالي أيوة. اي تعامل بيتبني على النظره دي. طيب طيب تمام. ما مدى يعني معلش بس انا كنت في مواصلات كده ولا لا؟ لا ما مشكله، هي اشاره جميله. الله يسلمك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك، الله يخليك. قال لك يعني نظرة انه الجامعة مرحلة بتاع التخلص عايز يتخلص، هل هي صحيحة؟ هي سبحان الله في نقطة انا كنت مجهزة ونسيت، وهي انه الشخص لا يقتصر على فعل ما يحب بس. يعني في ناس بتوقع يقول لك يا اخي ما بحب القراية. ما بتحبها، لكن كان ما قريت بتسقط وحتدخل في حاجة كعبة جدا انت بتكرهها كراهية شديدة. فاخير لك تعالج وتقاسي وتتحمل المذاكرة هسع ولا تجي تعيد السنة، هي في النهاية أحرى من ديك وهي معلقة في رقبتك، ما عندك طريقة. فحتى لو الشخص كان بيرى إنه الدراسة الجامعية بالنسبة له تكبيل وإنه هو داير يتخلص، يعني حسب الواحد لما يتخرج يقول لك الحمد لله انتهينا، يعني ما بقول لك يعني خلصنا وفقدنا يعني الوجود في الجامعة، ما في زول بيندم على المرحلة اللي بيقضيها. ولذلك لا يلزم فيما تهتم به أن تكون محبا له، وإنما أن يكون نافعا ومفيدا لك، حتى لو انت ما بتحبه لكن انت فعليا قاعد تحب النتائج والخلاصات التي يمكن ان تصل اليها من خلال انجازك لهذا العمل. طيب معنا وسام على خط الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. الله يسلمك. الله يبارك فيكم، حياكم الله وحيا الله الدكتور الطاهر على هذا الجهد وهذه البرامج الرائعه، وحياكم الله ايها المقدم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذه الجهود وفي جهود قناة طيبة. أنا حقيقة ما حضرت الحلقة من أولها، لكن يعني هذه مشاركة حقيقة عجبني موضوع الحلقة، ولست متابعا لهذا البرنامج للأسف، لكن إن شاء الله سأكون متابعيه بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. وشكر الله للدكتور الطاهر هذا الجهد كما أسلفت. وشكر الله. أما مشاركتي فحقيقة والله أثلج صدري وشرح نفسي أن الإقبال على طلب العلم الشرعي وكثير من المداخلات أو الكلمات التي أدل بها المداخلون كانت تحث وتحوض على العلم الشرعي، وهذا شيء يثلج الصدر والله ويسعد القلب. أولا رسالة للشباب أن العلم الشرعي، الفرق بينه وبين الأكاديمي أن العلم الشرعي عبادة، يعني ما قلبت صفحة وما أمسكت بكتاب إلا كان ذلك في ميزان حسناتك، وما سرت وما رفعت قدما ووضحت أخرى وأنت في طريقك إلى طلب العلم إلا وكتب الله ممشاك وخطواتك. أحد العلماء سار أو أحد طلاب العلم سار إلى شيخه حولا كاملا عاما كاملا يسير على قدميه، وعندما وصل إليه قال له هل كان قبلك حبر أمه رجل وسار مدة حول سير مجتهدي؟
وكذلك مجالس العلم محفوفة بالملائكة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وما جلس قوم يذكرون الله، حتى قال العلماء إن ذلك الفضل لا يكون في بيوت الله فحسب، وإنما في كل مجلس ذكر اسم الله تعالى فيه وتليت فيه آيات الله سبحانه وتعالى للمذاكرة. وكذلك حلقات العلم الشرعي الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة كما في حديث مسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم إلا أنه أتاني جبريل، لكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. والعلماء هم أعلى الخلق منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وأشرف الخلق مكانه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما العلم الأكاديمي فإن نوى به الآخرة فإنه لا شك مأجور على ذلك، وكما أسلف الدكتور الطاهر وبعض المداخلون أو بعض المداخلين أننا نركز على الأكاديميات، لأن ذلك ربما يكون فيه رضا الوالدين وإشباع رغبة الوالدين في أن الإبن ينبغ في هذه الأكاديميات، وحتى لا نعكس صورة سيئة للأكاديمي أو لطالب العلم الشرعي أنه ضعيف ورقيق في الأكاديميات، ولكن المسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى، والذي أراد العلم الشرعي فعليه بالدعاء، والمسألة توفيق كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: ليس العلم بكثرة المذاكرة وإنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد. بس معلش نحن هنقطعك، لكن إنه في مداخل تاني على خط الهاتف وزمان حلقة. طيب ما شاء الله جميل، وشكر الله لكم، وشاء الله ينفع بهذه الكلمات وأجزاكم الله خير. شاركنا إن شاء الله في حلقة قادمة وكان فرصة أوسع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب معنا أيضا محمد محمود، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش انت انتظرت كثير انه اخونا وسام ما شاء الله مشاركته كان طويل شوي. والله في 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 مجال برنامجكم منتظرين على طول ان شاء الله، ما في مشكلة. كلام الشاب وسام كان كلام طيب جدا جدا والله. الله يسلمك. فانا بسأل يعني بتمنى انه اول حاجة انا ارحب بالشيخ يعني ونحن بجد محتاجين للحاجة دي كثير في السودان. كرمك الله. محتاجين جدا جدا لشباب زيكم كده يكونوا من الشباب المغيرين يعني ان شاء الله. الله يخليك. انا بتمنى انه الشيخ يعني يوصل للشباب فهم واحد بس، انه الدنيا ما كل حاجة. حتى الاكاديميات الان احنا ممكن نكون بنقرأ عشان نستفيد منها، مهما تقرأ ما بتكون انت عرفت كثير. بتمنى انه كل الشباب يعني بيسمعوا الان وحتى ما بيسمعوا يعني يكون دربهم هو يمكن درب الخير الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. تمام، شكرا لك كثير. ما أقدر عليكم، ما أدي فرصة لي. جزاك الله خير. طيب نحن يعني خلاص الحلقة كده زمان انتهى. كان في قصة الشاب يعني هو كان أمه يعني قالت لهم ما عافية لك لو ما دخلت طب. فدخل طب يعني وبكرة حدث أساسه هو كان بيحب الرياضة شديد، فهو يعني في النهاية مجاله أكاديمي لكن كان غير التخصص اللي اختاره. فكان أثناء الجامعة بيدرس الطب وأيضا يعني بيقرا في مراجع الرياضات الكبيره، وحتى كان بيدرس الطلاب في الاساس وفي الثانوي يعني الرياضات وهو طالب في الجامعه. فامه توفيت وهو في الصف السادس يعني طب يعني في نهايه كان خلاص فضل اخر امتحانات، فكان داير يخلي القرايه يعني الطب الا بس يعني اصحابه جزاهم الله خير مسكوه قاعد وقال له يا اخي امتحن والشهاده دي ادينا لنا احنا وانت مش اقرا رياضيات ولا تخصص فيها ولا اي حاجه. فهو كان الشاهد انه مع الطب كان بيقرا في الرياضيات في يعني في التخصص الثاني المحبوب. انا حقيقه اشيد جدا بمداخله اخونا يعني اسامه شيخ يعني، والكلام جميل جدا، واحنا يعني سنحتاج باذن الله تعالى لحلقه خاصه فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي بالنسبه للطالب الجامعي. واشار حقيقه نقطه مهمه جدا وهي نقطه البركه. يعني نحن حينما نوازن، الموازنه ده مجهود بتقوم به وانت، لكن البركة من الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى استجلاب البركة بصدق النية في طلب العلم الشرعي، في الدعوة إلى الله، في غيرها. قد يفتح الله تعالى على قلبك وييسر لك أمور لم تخطر لك على بال. فكل ما كانت النية خالصة وكانت صادقة كان هذا أدعي القبول. ما بنقول إلا يجيك مثلا إنك لأنك بذلت جهدك في الدعوة حتشوف الامتحان زي ما هو في النوم وتجي تحل الصباح، لا قد لا تصل يعني لصورة زي دي، لكن يكتب الله لك من التوفيق والتيسير بسبب هذه المجهودات وبسبب ما تحمله من هم دعوي، من هم شرعي، من هم لطلب العلم الشرعي، وببركة الملائكة التي تحف مجالس الذكر وتحف أهل العلم وطلبة العلم، وبسبب هذه الأجور الكثيرة التي تحصل للإنسان من طلب
العلم الشرعي. فإحنا نقول يعني نؤكد إنه الشرعيات هي أساس ما خلقنا له، والشرعيات هي ما سنمتحن عنه الامتحان الحقيقي الأخير، وتبقى الأكاديميات داخل دائرتها وهي دائرة الوسائل تبع له تابعة وليست أساس. فنحن نتكلم عن الموازنة بين الشرعيات والأكاديميات. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا شك أن الموازنة فيها كثير جدا من التفاصيل الداخلية، بس يبقى أنه معاشر الشباب المستقيم بنحتاج منهم أنهم ما يعكسوا صورة سيئة، ما يدخلوا نفسهم في حالة من أحوال التحزين الشيطاني. شيطان يخليك تشتغل دعوة 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 لحد ما تجي الامتحانات وتسقط، يسقطك سنة بسبب إشغالك، وبعدين يقول لك شوف ده بسبب إشغالك بالدعوة، أخوانك الباقيين ما قاعدين يشتغلوا معك دعوة، رموك هنا عشان تسقط وعشان يتأخر. بعد ده أنت بتعتبرهم أخوان لك؟ دي شنو الأخوة اللي بتخلي الناس يخذلوا أخوهم حتى يسقط ويرسب في المادة؟ فلا تدخل على نفسك بسبب الاهتمام بالشرعيات من غير موازنة مع الأكاديميات، لا تدخل نفسك في شيء من التحزين الشيطاني. لا تكن فتنة لغيرك، يقول لك شوفوا ده انت التزموا، شوفوا فلان ده ساقط سنتين التزمتوا أو استقمتوا حتبقوا زيه. لا، ما يكون إنسان قدوة سيئة ولا نموذج سيء، ولا يدخل نفسه في شيء لا يطيقه. أحيانا انت بتجي وعادي يعني هو الزول يتأخر سنة شنو، لكن بيجيك الشيطان في لحظات تشوف ناس أقل منك مستوى مشوا قدامك وتخرجوا قدامك، فتصاب بأمراض من أمراض الاعتراض على قضاء الله تعالى، ومن أمراض تسخط على الشرعيات وعلى الاستقامة، قد تكون سببا إلى صورة سببا لصورة من صور الانتكاس والعياذ بالله. غير الشيخ يعني زل لو حافظ أكاديميات يعني قد يكسب سلاح آخر، وهو دعاء الوالدين والوالدين يكون معك في صفك. لكن برضو الأكاديميات، أنا أعيد حقيقة يعني استفادة من كلام الأخوين الأخيرين، إنه الأكاديميات اعرف ما هي الأكاديميات التي ستحملها وتستمر معك في التخصص، والأكاديميات التي هي من قبيل تعدية الامتحانات. ما كل شيء بيدرس في الجامعة انت هتستفيد منه زي ما هو لقدام، فدي برضو موازنة داخل الأكاديميات نفسها. ما الذي تركز عليه تركيزا ترسيخيا عشان ترسخ جواك، والحاجات شنو بتركز عليها اللي هي شكلية وأمور تمشي عشان تعدي من سنة للسنة البعدية. كذا خلاص نحن الحلقة انتهت. ف يعني الإعلانات ايوه عندنا في لقاء، اللقاء القادم في الجاي. اللقاء الخميس القادم في مسجد الفيحاء العتيق، في الفيحاء دي جنب يعني جهة شرق النيل، مسجد الفيحاء العتيق اللي هو بيقع تقريبا جنوب مستشفى تبارك الأطفال. تمام. غير عندنا درس الثابت يوم الاثنين في مسجد الفتح الإسلامي، يوم الاثنين بإذن الله تعالى في التفسير التدبري. طيب المقطع بتاع التفسير حيكون المقطع من سورة الأعراف، سورة الأعراف، الكلام عن قصة الأعراف، من هم أهل الأعراف وكيف. تمام. يعني كده المقطع من سورة الأعراف بإذن الله تعالى، والخميس حيكون في مسجد الفيحاء العتيق في يعني لقاء شبابي مفتوح يعني لمناقشة القضايا الشبابية من بين بعد صلاة المغرب، وبنستمر ساعة وحاجة بعد صلاة العشاء. بعد المغرب بعد المغرب بيبدأوا على المغرب، وبعدين بعد العشاء بناخد ساعة ونص تقريبا. تمام. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم الحلقة الجاية. طيب تعلن إن شاء الله. طيب الفتيان والمواصلات. الفتيان والمواصلات ممتاز. طيب إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر، أتلمح ذو فتي النور مشبوب السنا بكرا.